بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم ضمن سلسلة دروس تصميم بروتوتايب خاص باستخدام الأدوبي إكس دي. اليوم إحنا حنكمل في هذا التطبيق. اللي ما حضرش معنا الحلقات السابقة يرجع للحلقات السابقة في القائمة وفي صندوق الوصف حتى يمشي معنا ويعمل على مراجعة الهوية وكذلك مراجعة تصميم هذه النوافذ. هذه النافذة كانت في آخر درس، الآن بدي أفتح نافذة جديدة تكون فيها سيرش إنجن. لاحظوا معي، ممكن أنا أستفيد من النوافذ الموجودة عندي ومصممة؟ نعم، ممكن أستفيد من هذه النافذة. لو إجيت عملت الألت وسحبت النافذة وأخذت نسخة من هذه النافذة، بس بعملها إعادة ترتيب، بخلي الناتشرال آب هنا وبأحذف هذا النص وبحذف هذا النص، وممكن أن أنا أرجع أن أعمل سيرش إنجن هنا. هاي بعمل مربع خاص بالسيرش إنجن، وأحط المربع في الطريقة هذه مثلا، وبعد ما أحط المربع في الطريقة هذه بعمل تظليل المربع هاي فيل، وبأشيل الحدود وبأعمل مربع صغير حتى نضع في داخل هذا المربع الآيكون الخاص بالسيرش. طيب نتأكد من طول المربع هذا، هاي طول المربع 107 وطول المربع هذا 104، بحط هذا 100 وبحط هذا المربع طوله أيضا 100، بحيث يكون في انسجام ما بين الطولين. وهذا المربع الثاني بأشيل منه البوردر، وممكن أنا أخليه مظلل بظل اللون هذا، وبأصغر بس هذا بحيث أن أترك مجال لهذا المربع، وباجي بعملهم محاذاة للتنين بحيث أتأكد من المحاذاة، بخليها محاذاة توسيط، بجمع التنين، أو قبل ما أجمع التنين بجيب هذا الآيكون وبأسحبه بزر الالت وبحطه وين؟ بحطه هنا، باجي بأصغره بزر الشيفت وبأصغر الآيكون زي ما احنا شايفين. طيب الآيكون الآن بده توسيط، باجي بعمل هيك وبعمله توسيط، بدنا نغير لون الآيكون. طيب لون الآيكون هذا الفيل تبعه كام؟ كان الفيل بالطريقة هذه، بخلي الفيل هيك بحيث انه زي ما احنا شايفين في كونتراست بين لون الآيكون ولون الخلفية. ضل هنا احط سيرش، بدي احط نص ولكن بخلي النص فاتح وبقول له هاي سيرش. طيب هذا النص بده يكون نص جديد، بكبره شوية وبأعمل له لون جديد، هاي اللون تبعه بعمل له فيل، هاي بياخد هذا اللون مثلا الأخضر، بطلع ايش الخصائص تبعت هذا الخط، هاي 40 وهي سيمي بولد وهي دوسز. ممكن احنا نحطه ضمن الخطوط اللي في اللايبرري، نعم ممكن نحطه، وبفتح اللايبرري وبقول له هذا خط جديد، هي اصبح عند الخط، هي موجود عندي، بكتفي بهذا القدر. نطلع هنا، طيب بس بضل عندي اني اشيل هذا الايكون، بحاول باشيله حتى ما يصيرش في دوبليكيشن. وهنا الناتشرال اب ممكن اوسط الكلام هذا، انزله تحت شويه، اجي اقول له تعالوا الان نعيد تسميه هذه النافذه، نقول هاي سيرش انجن. وهيك احنا بنكون وصلنا لنهاية درسنا. هاي النافذة موجودة زي ما احنا شايفينها، اخذناها شبيهة بالنافذة الاولى وعملنا لها تسمية وغيرنا لها الكومبوننت اللي يجب انها تكون موجودة في هذه النافذة. انتظرونا في الدرس القادم، حنتكلم في النافذة الخاصة بالستركتشر لهذا الموقع. ايش الستركتشر تاع هذا الموقع؟ نبذة بسيطة، بنتكلم على الكومبوننت المختلفة اللي هي معبرة عن الانفورميشن اركيتكتشر لهذا التطبيق. زي ما حكينا هي في المنيو بتعكس البيرز والانيمال والبلانيتس والفلاورز. طيب يلا معانا في الدرس القادم نتكلم في الامور في التفصيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.